مساء الخير مشاهدينا، رجعنا معاكم وفي حلقة جديدة من برنامجكم بالإمكان اللي يهتم بالتغذية الصحية السليمة للإنسان اللي تقي من الإصابة بالأمراض وأيضا تساعد المرضى على التعايش مع الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وارتفاع الكوليسترول في الدم وغيرها من الأمراض. ونود الإشارة في أن مكتب تلفزيون دولة الكويت يساهم معنا في هذا البرنامج إدارة التغذية والإطعام وبرعاية حملة كان للوقاية من أمراض السرطان. اليوم إن شاء الله راح تكون معنا بالبرنامج أول استشارية جراحة أورام بالكويت دكتورة نهى الصالح، وهي جراحة في مستشفى حسين مكي جمعة ومستشفى السيف، وراح نلتقي معها وتتعرفون عليها مشاهدينا بس بعد هذا الفاصل. رجعنا معاكم مشاهدينا، ومثل ما قلت لكم ان اليوم ضيفتي بالحلقه دكتوره نهى الصالح، وهي اول استشاريه جراحه اورام بالكويت. مساء الخير دكتوره، وحياك الله برنامج بالامكان. واحنا طبعا مثل ما ذكرنا برعايه حمله كان للوقايه من الامراض السرطانيه، ويشرفني انك تكونين معنا عساس نتكلم عن هذا المرض اللي قاعد نشوف وراح نشوف ان شاء الله مع مشاهدينا بالاحصائيات انه قاعد بارتفاع وبانتشار كبير. بس دكتوره قبل لا نبتدي موضوع أن أول جراحة في هذا المجال بالكويت. في البداية صراحة أحب أشكركم على الاستضافة، وإن شاء الله يا رب تكون حلقتنا خفيفة على الناس وما يخترعون من المعلومات اللي نعطيهم إياها، لأن كلها بصالحهم. من ناحية جراحة الأورام صح، بالكويت للأسف ما في عندنا ناس وايد بالتخصص هذا. معظم الناس لما يجون يسوون أورام أو جراحات للسرطانات يكون كلها بتخصص جراحة العامة، لكن ما هو تخصص دقيق بجراحة أورام كأورام وكسرطانات مع العلاجات الثانية اللي تصاحبها. ففعلا هو تخصص صعب، وبس ما هو بس بالكويت صعب، ترى حتى ايضا في الدول المتقدمه بامريكا يعني غصب الواحد يحصل ممكن يعني تريننج بهالمجال هذا او تدريب في هالمجال. فهي عالميا تخصص عالمياً دقيق وما في منه وايد. والله دكتوره يعني يشرفنا كون سيده وكويتيه ان نكون يعني رائده في صراحة هذا المجال. اللي شدني حق هالتخصص هو سرطان الثدي، مثل ما راح نذكر وايد عنه الحين، خصوصا انه شيء يعني خاص للحريم، خاص للنساء. ففي وايد ناس يعني ما يحبون انه ينكشفون على رجال. صحيح. يعني خصوصا الشغلات الجراحيه هذه، فيتمنون انه يكون في مراه يعني هي اللي تفحصهم. فهذا اللي شجعني زياده ان اخذ هالتخصص هذا، والله الحمد يعني خلصت من الماتريال. وان شاء الله دكتوره نتمنى تكونين قدوه للعديد من الطبيبات اللي بتخصصنا، ان فعلا يكون اكثر عدد كويتيين في هذا المجال ان شاء الله. دكتوره مثل ما قلنا ان اهتمامك الاول هو سرطان الثدي. صح. بس نبي نتكلم عن انواع السرطانات الاكثر شيوعا بالكويت. طبعا بالكويت هو السرطانات عموما في تزايد، يعني للاسف ما حد يقول ليش شنو هو السبب، لكن الاحصائياتنا خصوصا بالاحصائيات عندنا في عندنا دكتوره راح نشوف احصائيات موجوده اللي هي من الكانسر ريجستري مالت 2010، إذا يراوننا إياها حاطين لنا بالجدول شنو أشهر أنواع السرطانات اللي موجودة في الكويت خلال 2010، فقط سنة 2010. 2010 هذه السنة شافوا أن في الرياييل أشهر أنواع السرطانات هو سرطان القولون. عشان كذي لازم أيضا دائما نركز على أخواننا الرياييل أن لازم يقومون أيضا بالفحص لسرطان القولون. صحيح. عن طريق المناظير، عن طريق المنظار. فهذا لازم يأود كل رجل فوق الخمسين من العمر يبتدي بالإجراء. صح. هذا دكتورة، هل صحيح أن نفس ما قاعد يسوون مثل سكرينينج أو كشف مبكر للسرطان الثدي، الحين بدأ موضوع أن السكرينينج والمناظير، أو أعتقد راح يبتدي يعني خلال فترة إن شاء الله قاعدين فعلا الوزارة قاعدين يجتمعون وقاعدين ينظمون هالأمور هذه، لأن تدرين هذا على مستوى دولة كاملة. صحيح. فالحين اوريدي بدأوا بالنسبة لسرطان الثدي، وإن شاء الله عن قريب أيضا راح يكون عن سرطان القولون والاهتمام بالنسبة للكشف المبكر إن شاء الله. فبالنسبة للحريم مثل ما احنا ندري أنه هو سرطان الثدي، فهو أشهر أنواع السرطانات اللي موجودة في الحريم، فالنسبة أيضا في تزايد يعني. وبعدين دكتورة موضوع احنا مثل ما قلتي ما نبي نخوف الناس. صح. لكن بعض الأمراض يعني هذه يعني
خاصة السرطانات تكون من الأمراض اللي مثل ما تقولين ما الشخص يشعر فيها أو المريض يشعر فيها، ما لها أعراض. أي أعراضها أحيانا تكون، إحنا مثل ما نقول لما يصير في أعراض تكون معناتها ممكن تكون في درجة متقدمة، عشان كذي خصوصا بسرطان الثدي يمكن ينطبق عليه أكثر، لأن يعني حتى لو في الورمة موجودة معظم النساء ما يحسون فيها إلا لما تكون بحجم معين. يعني ممكن أن حتى الوحدة لو تفحص دوريا يعني عن طريق عن نفسها هي بروحها تفحص روحها، أحيانا ما تحس بالورم لأنه وايد صغير. فعشان كذي ننصح بالفحص المبكر، وننصح أن طبيب أيضا مختص هو اللي يفحصها، مو هي بروحها بس تعتمد على روحها الذاتي. بالضبط، اللي هو الفحص الذاتي. دكتورة يعني كلامك أن إحنا الحالات قاعدة تزداد بالكويت. قاعدين نلاحظ من ناحية الإحصائيات اللي دونتها الكانسر ريجستري اللي هو تسجيل الحالات السرطانية بالكويت بحسين مكي جمعة، شافوا أن فعلا أن الأمور قاعدة تزداد. في مخطط آخر يبين لنا هني عدد التزايد اللي موجود، هو صورة سريعة. احنا اذا ممكن ناخذ الصوره على الكاميرا. بالضبط بالكاميرا راح نشوف هني من ناحيه موجوده دكتوره على موجوده على السكرين. بالضبط، فبالتالي راح نشوف هني ان التزايد هني شايفين الكيرف ماله في صوره مستقيمه للاعلى. فهذا طبعا على مر السنين قاعدين نشوف شلون التزايد من 1980 الى 89 شلون نقز لفوق. صحيح. يعني الى 2000 و2009 ولا زلنا في التزايد هذا، ولا زالوا قاعدين يشوفون ان الارقام قاعده تتزايد. يعني هذا كله مسجل بالاحصائيات ايضا. زين دكتوره، يعني شويه سؤال، انا الحين مثل ما تقولين اثرتي فضولي بهالموضوع، هل لان في تطورات صارت مثلا نمط حياتنا؟ صحيح. او ان مثلا لان قبل يعني خلينا نقول قبل 1980 او حتى خلال من 1980 اللي خلينا نقول 2000 ما كان فيها الفحص المبكر بالفحص. صح. إيه، وما كان في يمكن الاحصائيات اللي ممكن ياخذون يسوون احصائيه يشوفون كم مصاب. هو هذا عشان كذي عشان يتفادون هالعوامل هذه حطوها على اللي هو يسمونه الايج ستاندردايز ريت، اللي هو على العمر. على العمر. اي، فلما يجون ياخذون على العمر هدي من الاعداد يعني يحسبونها على الاعمار، فحتى لما يحسبونها على هذا لاحظوا ان الرقم ايضا قاعد يزيد علشان يتفادون هالعوامل هذه اللي هي العوامل. بس صح كلامك، الواحد طبيعي ان الحين الكشف عن الاورام صار بصوره افضل عن قبل، العلاجات تحسنت. صحيح. الناس غير قامت تتفاعل مع الموضوع بصوره ثانيه، لكن لما نيجي من ناحيه احصائيات ناخذ هذا الاعمار ونشوف انه فعلا ترى هو الازدياد ترى ايضا عالميا مو بس بالكويت. احنا مشكلتنا بالكويت ان الاعمار اقل من العمر اللي هو بامريكا وبريطانيا والدول المتقدمه، تقريبا 10 سنين على الافرج ريت. فيعني احنا في صوره ثانيه، يا ريت والله اذا هم نركز عليها. شغله بسيطه بس على السريع نراوي المشاهدين، ان يعني لو تلاحظون ان فوق الأربعين من العمر وصاعد يعني ماخذه فوق الثلاث ارباع الباي تشارت هذه الدائره، يعني النسبه وايد عاليه، يعني فوق 50% عندنا هني ناس فوق 40 من العمر. احنا ما نشوف هذه برا نشوفها فوق 50 من العمر. فاحنا هني للاسف عندنا ان الناس نلاحظ ان سرطان الثدي قاعد يصيب الناس بالاربعينات من العمر. صحيح. وهو المفروض يزداد مع ازدياد العمر، لكن الاربعين لا زالوا يعني صغار بالعمر انه يصيبهم طبعا سرطان الثدي. فهذه المشكله اللي عندنا اياها، ان احنا قاعد يصيبنا باعمار اصغر أقل من اللي برا. دكتورة شنو الأسباب؟ يعني قاعد تقولي إن في الفرق بالعمر، إن تقريبا 10 سنوات مثل ما قلتي أقل. شنو الأسباب إن قاعد ينتشر بدولة الكويت بهذه الأعمار؟ والله هو كأسباب يعني للأسف ما حد حط إيده على سبب معين. صحيح. يعني عندنا ناس مثلا قاموا يتحدثون عن الوراثة والتاريخ الوراثي والجينات اللي ممكن تورث من الأم المصابة إلى عيالها. هذه فيها بس، لكن نسبتها أيضا ما هي وايد عالية، يعني نسبتها 5% من 95 اللي قاعد يصيبهم سرطان الثدي. فيعني نسبة يعني سبب الجيني نسبتها قليلة. معظم الناس ما ندري ليش يصيبهم سرطان الثدي، معظمهم لا عندهم أي تاريخ، حياتهم مستقرة، أكل
اكلهم زين، امورهم زينه، لكن ايضا صار معاهم سرطان الثدي. هذه الحالات اللي احنا نسميها سبورادك، يعني ما لها سبب. شنو السبب؟ ما ندري شنو السبب، لكن دائما نقول ان في عوامل ممكن ترفع من خطورة المرأة بالنسبة لسرطان الثدي. مثل شنو؟ التقدم بالعمر، تعرض للإشعاع لأي مرض آخر يسبب أيضا ممكن الإصابة في سرطان الثدي. شغلات اللي هي مثل البريست فيدينج، الرضاعة، حماية للمرأة، الإنجاب، حماية للمرأة، كذا ما يعني أمور معينة كذي، شغلات بسيطة ممكن أن تقرر لنا أن والله هذه المريضة ممكن يكون لها خطورة في المستقبل بالنسبة لسرطان الثدي. كذلك أخذ عينات معينة نشوف أن هذه المريضة فيها نشاط في الخلايا، فيها أمور معينة بالنسبة للخلايا أن ممكن في المستقبل والله تكون عرضة لسرطان الثدي. هذا عادة لما يكونون بهالأمور يكون الرقابة عليهم أكبر، يعني غير عن الناس العاديين اللي ما لهم أي عوامل خطرة. بالنسبة ما راح أتكلم على الموضوع الرضاعة والإنجاب، بتكلم يعني هم لفت نظري بموضوع أن السيدات اللي هم عندهم خلايا نشطة، إنزين شنو الفحوصات اللي ممكن، يعني أي سيدة ممكن يكون عندها خلايا نشطة وما تحس فيها، يعني هذه أشياء داخلية ما تحس فيها وما لها أعراض. إيه لكن هذا اللي يجي الحين دور الفحص المبكر. لما نقول الفحص المبكر عادة إذا في خلايا نشطة تكون لك ورمة. فخلينا عن الخلايا النشط، في وايد ترى خلايا نشطة أساسا، إحنا خلايانا كلها نشطة لكن متحكم في انقسامها. يعني الخلية ما قاعد تنقسم بصورة غير طبيعية وعشوائية. هذا السرطان. السرطان لما الخلية تنقسم بطريقة غير طبيعية وغير متحكم فيها. في وايد أورام تكون طبيعية عادية حميدة، نسميها أورام حميدة، يكون فيها خلايا نشطة وهذه لمجرد رقابة دورية عادية احنا نراقبهم. لكن في ناس ثانيين هالأورام اللي كونتها الخلايا النشطة لا، فيها خلايا ما قبل السرطان. خلينا نقول خلايا ما قبل السرطان دليل على أن إذا تركتي هذه ممكن في المستقبل تتحول إلى السرطان. فلا فرق كبير ترى بين الأثنين، والناس وايد يتلخبطون أن أورام حميدة تنقلب إلى خبيثة، وهذا شيء خاطئ تماما، لأن الأورام الحميدة خلاص هي حميدة ما تنقلب بالمستقبل، لكن أنواع الخلايا إذا هي نوعية أخرى عادة الطبيب المختص هو اللي يقررها. ذيك الساعة هذيلا اللي ننصح أنه لازم طبعا يسوون شغلة جراحية علشان يزيلونها. دكتورة شنو علامات الإنذار؟ يعني مثل ما قلنا ما في أعراض، إذا طلعت الأعراض يكون شوية صار المرض يعني متقدم بالمراحل. فشنو الأعراض اللي ممكن أنا أحسن؟ أنا أتمنى أنه ما يكون في أعراض تماما، يعني على أساس كذي إحنا نقول الفحص المبكر. الفحص المبكر أنك تسوين اللي هو فحص الماموغرام بعمر الأربعين بدون ما تكونين حاسة بشيء، يعني مو شرط تكونين حاسة بشيء. لكن علامات الإنذار طبعا حق أي مرأة سواء كانت بالأربعين أقل من الأربعين أي عمر كان، هي طبعا وجود ورمة، هذا أكثر شيء. المرأة تحط إيدها على صدرها تحس أن في ورمة مثل التيلة مثل النخية أحيانا يقولون على حسب الحجم. دكتورة بس ما بأقطعش، بس أساس أن في الجهاز مع الماموغرام، خلينا بس نشوفهم لأنه مع المشاهدين. جهاز الماموغرام وايد مهم. هذا اللي هو احنا نستخدمه للفحص المبكر. كل مرة فوق الأربعين من العمر لابد أنها تعمل فحص الماموغرام اللي هي أشعة الثدي. يتم ضغط الثدي بصورة بسيطة، وايد ناس يخافون يقولون الحين كنت بقول يعورني ما راح أتحمل. هي الضغطة ضغطة بسيطة جدا، هي discomfort اللي هو عدم راحة أكثر مما هو آلام. يعني ما في ألم، هو ألم بس بلحظة اللي هو الضغط، وهذه ما تأخذ حتى ترى ثواني لحد ما يضغطون على زر اللي هو الأشعة وذات ست بروحة تريليسز. يعني بس دكتورة إن نوضح للناس إن هذا هو جهاز الماموغرام مشاهدينا اللي دائما يسألون عنه. في وايد ناس مثل ما قلت لي دكتورة يخافون أصلاً إن يروحون يسوون هذا الفحص، لأن أنا دائما أقول وايد ناس تروج شائعات إنه لا ويعور وكذا إنه يعور وهذا. لكن أنا عندي كذا مريضة كانوا ميتين من الخوف فعلا إنه لا يمكن في حياتهم يسوونه، لكن مع إقناع وشغلة بسيطة راحوا سووا فعلا. دقوا علي تليفون وقالوا لي ترى
ابدا، كل الاشاعات اللي قاعد نسمعها فعلا اخرتنا ان ناخذ الماموجرام، وهي غير صحيحه. صحيح. تماما، ما في اي الام بالصوره اللي قاعدين الناس يعني يشرحونها بهالطريقه. دكتوره هذه. عندي سؤال الحين، عالميا ان ينصحون بالفحص المبكر بعمر الأربعين، بس حضرتك دكتوره قلتي ان احصاءاتنا بالكويت ان نشوف ان سيدات قاعدين يصابون بعمر اقل حتى. زين، مو المفروض حتى الان يصير المفروض إن شوي شوي عشان كذي عمر اقل، اذا المراه حست باي شيء حتى لو كانت اقل من الأربعين. حتى الان لما الحين ما عندنا عالميا قانون انه والله لازم نسوي حق الكل بالثلاثينات، الثلاثينات المشكله عندنا ان الماموجرام اللي هي اشعه الثدي ما تكون حساسه وايد، فما تطلع لنا الاورام بصوره عدله، فشافوا انه عمر الأربعين وصاعد، وكل ما ارتفع العمر الماموجرام يصير السنسيتيفيتي مالته افضل، الحساسيه مالته والصوره تطلع اوضح، فبالتالي تكشفين الاورام بصوره افضل. حق الناس اللي اقل من الأربعين عاده احنا دائما ننصحهم اذا شاكين باي شيء او يبون يفحصون دوريا الافضل انه يراجعون دكتور مختص، فبالتالي يتم فحصهم كلينيكيا عن طريق اليد، الدكتور او الدكتوره يفحصها، وبالتالي بعدين يقرر اذا نحتاج نسوي اي فحوصات اخرى اللي هو ما يسمى بالرنين المغناطيسي. دكتور عندنا صوره، اعتقد الصوره اللي عندك مالت الرنين ولا للاسف هذا عندي صوره الماموجرام. الماموجرام اي اساس انه نربط الموضوع اللي هي مالت الماموجرام راح تنزل معنا هذا ماجنيفيكيشن فيو، هذا اللي هي يسمونها تكبير لصوره معينه بالماموجرام نفسها اللي اشعه الثدي، تبين لنا التكلسات اللي هي غير طبيعيه، وهذه عاده ما تنحس باليد. ما تنشاف اللي هي اللي فوق على اليمين دكتوره الصوره اللي هي اذا قلنا اللي هي صايره مثل الكلس اللي بالنص يعني اللي البيضاء هي صايره كأنها تكلسات كأنها كالسيوم متركز بهالمنطقه، فهذا الكالسيوم المتركز بالمنطقة هذا هو عبارة عن خلايا سرطانية، ممكن تكون ما قبل السرطان أو ممكن تكون سرطانية على طول لحد ما ناخذ العينة ونتأكد من نوعية الخلايا، لكن هذه فائدة الماموجرام أشعة الثدي تكشف لنا على أمور ممكن إحنا ما نحسها باليد لكن نصيدها وهي توها بادية، فبالتالي يكون العلاج سهل وسريع. زين دكتورة الحين مثلا الفحص الذاتي هل أهميته وايد عالية للأشخاص ولا أنا أحس بعد إن الناس للحين مو عارفة يعني ما يعرفون يسوونه؟ ما يعرفون يسوونه. أنا بصراحة مع مرضاي حق الناس اللي يحبون إنه يفحصون نفسهم، أنا دائما يعني أقول لهم دائما حطوا إيدكم على الأقل فحصوا، لأن هذا الشيء الوحيد خصوصا حق الناس اللي أقل من الأربعين من العمر ما عندهم إلا الفحص الذاتي أسهل لهم يعني، وفحص الدكتور طبعا وايد مهم، لكن صراحة البحوث أثبتت إنه هو ما يغير السيرفايفل يعني ما راح يفيد وايد كثر ما انك تسوين الماموجرام بعمر الأربعين وامور اللي كذي اللي تقلل بعدين من اللي هو تزيد من السرفايفل خلينا نقول اللي هو عيشه الوحده اذا اكتشفوا ان فيها سرطان. فالفحص الذاتي انا انصحه لانه يعني هو تعويد، تعودين المراه انه والله لازم تفحصين نفسك على طول. صحيح. تهتمين بالموضوع اكثر، فبالتالي لما يجي دور الماموجرام الا انت جاهزه وتسوين الفحوصات الدوريه اللي المفروض دكتوره دائما ما ركز عليه حيل. بس احنا دائما دكتوره ننصح بشغله، وانا يعني حتى مثلا هذه الاشياء عندي مثلا مع اسرتي نسويها، ان اي شيء تحسينه غير طبيعي بالجسم يعني مو نفس ما انت، وهذا جزء من علامات الانذار باي ذا واي، لان ما كملنا احنا قلنا هي ورمه اشهر الناس يجوني بورمه، لكن مثل ما تقولين اي شيء غير طبيعي بالثدي سواء الجلده داخله لداخل، تغيرات على الحلمه، تقرحات على الحلمه، احمرار بالجلد في الثدي، كل هالامور هذه، انطعاج احيانا الثدي، تورم الثدي والاحمرار والحراره اللي احيانا تصير فيه، اي تغير افرازات من الحلمه، اي تغير بالثدي المفروض كل وحده تفحص. تروح دائما الى الطبيب وتفحص وتسوي اجراءات الفحص الدوري حق صحيح. خاصه دكتوره مع الاحصائيات اللي حضرتك ذكرتيها ونشوف انه قاعد يصير اكثر انتشارا، فلازم اي شيء ممكن انه ينبهنا انه في شيء غلط يعني حتى لو خلينا مثلا حتى لو نبتعد عن موضوع السرطان باي شيء باجسامنا صار انه تغيير مفاجئ المفروض انه نتوجه للطبيب ويكشف. دكتوره عندنا مثلا خطه الفحص، يعني انت شنو يعني
تقولين للناس أو توصل لهم موضوع خطة الفحص من ناحية الفحص المبكر؟ عادة مثل ما قلت أنا من عمر 40 أنصحهم بعمل اللي هو فحص الماموغرام أشعة الثدي، وما ينسون الفحص الكلينيكي، لأن أحيانا الماموغرام للأسف في أيضا أخطاء إنه ما يطلع لنا الورمة، لكن بالفحص الكلينيكي عن طريق طبيب مختص تحسين بالورمة، وذيك الساعة أنت ما راح تغلطين إيدينك، راح تحولين المريضة إلى إجراء آخر، تسوي سونار، تسوي رنين مغناطيسي. أحيانا حتى إذا ما بين في كل هذا وأنا واثقة أن في وجود ورمة، بالتالي أقوم بعمل العينة علشان أتأكد أن فعلا هذه ما هي ورمة خبيثة أو أورام، يعني لأن عادة يعني نسبة بسيطة من الأورام ما تبين في أي أشعة من الأشعات، فالفحص الكلينيكي وايد مهم. فهذه خطة اللي هي سنويا المفروض المريضة تقوم بعمل اللي هو أشعة الماموغرام والفحص الكلينيكي. في الناس اللي ما عندهم تاريخ عائلي أحيانا بالأربعينات من العمر أقولهم يخالف نعدي سنة، فنسويها كل سنتين، لكن الفحص الكلينيكي سنويا. عمر الخمسين عاد خلاص ما في مجال، سنويا لابد من عمل اللي هو الماموغرام والفحص الكلينيكي. وبعدين دكتورة بهالمناسبة أبي أذكر أنه في صار عندنا مراكز لإجراء بالضبط، ويريت يحطون لنا للمشاهدين ما أدري أنا إذا راح تضبط معاهم الصورة. عندنا صورة إحنا عندنا صورة حقها اللي هو الحملة الوطنية للبرنامج الوطني لفحص الماموغرام اللي هو الكشف المبكر، في مراكز أقدر أقولها بالش اسمه الحين افتحوها، في مركز شيخان الفارسي والشريف العوضي بمنطقة السرة، مركز خيطان الجنوبي الصحي، مركز الزهراء الصحي، مركز النعيم، ومركز العقيلة. وفي رقم أيضا حق عمر 40 وصاعد، هذا أيضا فقط للكويتيين وفي عمر 40 وصاعد، عندهم الرقم 246-209-89. أتمنى إن شاء الله يحطونه، يمكن نحطه بالنهاية البرنامج حق المواطنين أيضا حق الكويتيين نفسهم. على اساس انه يشوفون ان الفحص يعني الموضوع سهل دكتوره، يعني الموضوع قاعدين سهله بكل طرق، يعني عندك انت كل المستشفيات، ما في احد ما يسوي الماموغرام، كل مستشفيات الحكومه يسوون الماموغرام، كل المستشفيات الخاصه يسوون الماموغرام، وايضا الفحص الكلينيكي طبعا عن اي طريق طبيب مختص. والرقم ايضا هالمراكز المنتشره الحين اللي بادين بصوره بسيطه بالكويتين راح طبعا راح تتوسع الى كل المواطنين والمقيمين اللي موجودين بالكويت باذن الله. دكتوره العلاج، يعني الحين لا سمح الله راحت سيده ولقيت ان هي مصابه بسرطان الثدي، شلون طبعا العلاج؟ العلاج دائما احنا نقول كل اهم شيء ان الوحده تعرف لما تصاب بسرطان الثدي ان ما هي نهايه المطاف، يعني عندك أساليب كثيرة جدا بالنسبة للعلاجات حق سرطان الثدي. فنسبة العيشة حق سرطان الثدي خصوصا في حالات اللي هي الايرلي ستيج اللي هي المراحل الأولى، نسبة العيشة فيها توصل فوق 95%، فتقريبا المريضة يعني تشفى تماما من سرطان الثدي، فلازم الوحدة تطمئن من الناحية هذه، عشان كذي الكشف المبكر وايد مهم. من ناحية العلاجات طبعا تعتمد كل حالة تختلف عن الثانية، وهذا هي طبعا دور اللي هو الطبيب المختص، ودائما يكون في أطباء آخرين أيضا في المجموعة اللي هو دكاترة الكيماوي، دكاترة العلاج الإشعاعي، دكاترة العلاج الهرموني، لأن غير الجراحين عندنا بانل كاملة ثانية. صحيح. مجموعة مثل احنا دائما نسميها تيم وورك، يكون القرار عن طريق فريق طبي كامل حق كل مريضة تصاب بسرطان الثدي. فعندنا بالنسبة للمراحل الأولى العلاج الجراحي هو أنسب علاج، وهذا أفضل علاج بالنسبة للمراحل الأولى لسرطان الثدي. بالنسبة طبعا للمراحل اللي شوية متقدمة اللي ما نقدر احنا نسوي لها الجراحة في البداية، ممكن تكون الجراحة يعني في المرحلة الثانية، لكن المرحلة الأولى لازم تبتدي بالعلاجات الكيماوية اللي تقلل وتحافظ أيضا على صحة المرأة، وبعدين نروح إلى العلاجات الجراحية. دكتورة أنا بطلع فاصل وفي سؤال الحين هم طرى على بالي بسألك يا، بس عقب فاصل صغير ونرجع مشاهدينا نكمل مع الدكتورة نهى عقب الفاصل وراجعين لكم.
رجعنا معاكم مشاهدينا. أنا صراحة صار عندي التباس قبل لا نطلع فاصل، على أساس أن الدكتورة قلتي لنا أن في عندنا الجراحة نبتديها بالمرحلة الأولى، المراحل الأولى اللي يكون فيها الأورام بصورة صغيرة، الورم ما هو كبير، وبالتالي نقدر نستأصل الورم فقط بدون استئصال الثدي بالكامل، لأن في أنواع كثيرة من الجراحات أيضا للثدي. في المراحل الأولى تخير المريضة أن تستأصل فقط الورمة وبالتالي تحافظ على الثدي وجمال الثدي، لكن تحتاج إلى العلاج الإشعاعي للثدي كوقاية. فدائما استئصال ورمة مع علاج إشعاعي وقاية لبقية أجزاء الثدي نفسه، أو اللي هو الاستئصال الكامل للثدي وبالتالي ما تأخذ العلاج الإشعاعي لحماية أزال، لأن الثدي كله أزال. دكتورة من يقرر؟ هذا عادة احنا الجراحين نقرر من ناحية العلاج الجراحي. لكن إذا الورمة مثل ما قلت لك بالمراحل المتقدمة اللي هي مثلا الورمة كبيرة ماخذة حيز كبير من الثدي، ما نقدر نقيم اللي هو الاستئصال لا الكامل ولا الجزئي حق المريضة، فبالتالي نحتاج شغلة تساعدنا أن نقلل ونصغر هالورمة عن طريق العلاج الكيماوي. فالعلاج الكيماوي يتحكم بالأمور، حتى إذا في أي انتشار خارجي أيضا يتحكم في الأمور، وبعدين يصير عاد عليها حسب التحكم اللي تحصل المريضة، يصير عليها القرار الجراحي. قرار الجراحي أحيانا نقدر ناخذه في البداية مع المريضة، لكن نقدر نقول لها والله أن ناخذ الكيماوي في البداية على أساس أنه نقلص من حجم الورم وبالتالي نقدر نسوي الجراحة. دكتورة باعتقادي يمكن السيدات أو حتى أي شخص مصاب بمرض السرطان ممكن يكون عندهم خوف، يعني يتشجعون يمكن على الجراحة أكثر من العلاج الكيميائي. ما أدري هل وجهة نظري صحيحة؟ لا هو صح كلامك، يعني لا هو إحنا حتى إحنا كجراحين تبين الصج إحنا كجراحين نفضل أن نسوي الجراحة بالبداية، لكن في أحيانا ظروف معينة أو يعني شغلة نقول يعني الكيماوي أحيانا إذا تبتدين أول شيء في حالات متقدمة فرص عيشة المرأة هذه تكون أفضل من أن أنا أعطلها وأسوي الجراحة وتتأخر بالجراحة وعلى ما يلتئم الجرح يبيل على الأقل شهر علشان تبتدي العلاج الكيماوي اللي هو الأنسب لها إذا كانت الورمة كبيرة أو خايفين من انتشار معين. لكن صح كلامك، هو الواحد لما يبتدي بالجراحة أول شيء حتى المريضة نفسيا هي بروحها ترتاح أكثر لما تبتدي بالجراحة أول وبعدين تأخذ العلاجات الوقائية اللي نقررها كفريق طبي. لكن أحيانا تكونين ملزمة بأمور معينة صعب عليك أنك تسوينها، يعني صحيح فتحتاجين إلى أمور أخرى تسهلها عليك شوية. دكتورة دائما نشوف أن السبورت يعني سواء الأهل وايد ضروري جدا، الناس المجتمع، حتى دكتورة ما أدري إذا موجود، يعني أنت ممكن تفيدينا بهالموضوع بمستشفيات، موضوع وجود معالج نفسي أو موجود اجتماعي عندنا بالضبط دائما يكونون موجودين، وإحنا دائما نستشيرهم في حالات معينة نحس إنهم والله they're not coping، يعني عندهم مشاكل سواء اجتماعية سواء بتفهم المرض نفسه. طبعا من الناحية العلمية إحنا نشرح لهم ونقول لهم شنو الشغلات اللي يحتاجون يعرفونها، لكن أحيانا من الناحية النفسية يحتاجون إلى سبورت مثل ما قلتي. فعندنا المعالج النفسي، عندنا الدكاترة موجودين في مستشفى في مركزنا في حسين مكي جمعة، وأيضا مركز السدرة اللي موجود أيضا في حسين مكي جمعة أيضا يساعد الناس من كل النواحي صراحة، حتى الناس اللي قاعدين ياخذون الكيماوي من ناحية الشكل المظهر الخارجي، أمور كثيرة يتعلقون فيها ويحاولون يعدلون هالمريض. فيعني فعلا غيرت وايد من حياة المرضى. يعني دكتورة حتى بيت عبد الله يعتبر من يعني الأماكن اللي تعطي دونيشن وتعطي دعم بعد، يعني دعم من دائماً. والله في وايد شركات صراحة، ومثل ما قلتي بيت عبد الله، في وايد ناس يهتمون بالموضوع. أنت حتى الناس اللي أوريدي أصيبوا في سرطان الثدي وتشافوا، بعضهم يحسون أن في عندهم طاقة داخلية أن يبون يمشون بالمركز ويشوفون أي وحدة جديدة توها يعني اكتشفت أن معاها الورم، يقعدون معاها ويسولفون ويقولوا لها ترى يعني الأمور زينة والأمور ممتازة وقاعدة تتحسن، وفي فرصة كبيرة بالشفاء. فيعني لا تحاتي المريضة بالنسبة للموضوع. دكتورة بموقعك أنت
تجاربك مع الناس من اي سنه دكتوره انت باديه بالموضوع اساس أنا ادخلك في سؤالي؟ اي لا انا رديت من كندا ب 2007 بديت في حسين مكي جمعه من 2007 2007 يعني لا زلت هذه الفتره يعني تقريبا سبع سنين اي ثمان سنين دكتوره حسيتي فرق بتقبل الناس للموضوع انا يعني من بديت صراحه يعني انا ما ادري شنو اللي كان يصير قبل 2007 لانه ما كنت بالديره بس من 2007 واحنا نشاطاتنا يعني متواصله على مدار السنه مثل ما انت الحين شايفه انت برنامجك الحين احنا باي شهر احنا شهر ثلاثة ايام قبل كانوا بس يركزون على اكتوبر لان اكتوبر هو الشهر المعروف حق سرطان الثدي فيقومون يسوون الوقايه والوعي والامور هالشغلات هذه يسوونها في اكتوبر لكن الحين بدينا لا والله نتحكي عليه على مدار السنه كل شهر عندنا مقابلات كل شهر عندنا روحات حق المدارس حق الجامعات حق الشركات نعطيهم المعلومات اللي يحتاجونها دائما قاعدين نتحكى بالاذاعه صحيح. بالتلفزيون بكل شيء فديفنتلي اكيد في يعني تغير في فهم الناس ووعيهم وحتى الحين صار عندنا وايد حالات انه فعلا اندر سكريننج قاموا يسوون الفحص المبكر وينتظمون عليه ويوني وايد حالات يقولون ايه لا احنا من زمان بدينا وقاعدين نكمل سنويا ومستمرين بهالاسلوب بس انا ودي ان كل الناس اللي موجودين بالكويت كل الحريم اللي موجودين انه فعلا يبتدون بالفحص اللي خايف لا يخاف اذا بديتي خلاص تتعودين على الاسلوب وما راح اكيد طبعا يعني دكتوره حتى وقع المرض يمكن يعني الحين صار لازم يكون له تاثير طبعاً يعني اكيد لازم نفسي لابد بالبدايه لكن صحيح. ما شاء الله الناس يعني ايمانهم قوي وقاعدين حتى تقبلهم صحيح بالبدايه صعب وهذا شيء طبيعي ما في احد يتقبل المرض على طول بصوره صحيح. عاديه لكن تلاحظينهم بعد قعدتين بالعياده راح تشوفينهم بالعكس متقبلين الوضع بس يعرفون المعلومات اللي يحتاجونها تحسين انهم نظموا حياتهم صح. وعرفوا شنو اللي عليهم وشنو اللي لازم يسوونه فيعني هي سبحان الله بس مجرد ان المريضة تاخذ المعلومات اللي فعلا تستفيد منها وتبي تعرفها حق حياتها وتطبقها فالناس فعلا قام حتى الوعي صار عندهم أسئلة أكثر وأكثر تدخل علي المريضة عندها لستة من الأسئلة كاتبينها ويقولون سؤال ورا الثاني وفعلا يعني تحسين أنهم بدأوا ينظمون حياتهم يعرفون شلون يتأقلمون مع الشغل دكتورة يعني من ناحية التغذية دائما انا بكل حواراتي لازم الف اروح للتغذية لازم يعني وهو يعني مصدر الحياة طبعا اكيد دكتورة وايد قاعد نشوف ربط بين الامراض السرطانية ونمط الدهون. الغذائي الدهون والجنك فود والجنك فود نمط الحياة قلة الحركة بالضبط وبعدين السمنة وازدياد الوزن باي ذا واي عامل من العوامل الخطرة لحدوث سرطان الثدي بالمستقبل فالرياضة بالعكس الرياضة راح تحميك من سرطان الثدي اما السمنه وازدياد الوزن العكس راح يزيد الخطوره فعشان كذي نرجع الى التغذيه لازم فعلا كلنا نقلل اللي هي الدهون في الاكل نحاول نهتم بالامور الخضراء اللي هي الخضار والفواكه الشغلات اللي فيها انتي اوكسيدنتس الانتي اوكسيدنتس اللي هي مضادات الاكسده اللي هي اكثر شيء تشوفينها ايضا بالشغلات الخضراء بلس البريز اللي هو مثل الفراوله والتوت والامور هذه كلها هذه كلها حمايه لك بس لازم يصير في تواظب يعني ان الواحد يستمر مستمر مو على هالشغله مو انا والله انا راح اخذ بالضبط هذا هو يعني دائما احنا نقول الاساس بغذائنا الغذاء الصحي لازم يكون المصدر الاساسي للغذاء للاكل اللي هو المصدر النباتي او المصادر اللي من الارض من الخضره الملونه انه شويه نبتعد خاصه دكتوره ذكرتي موضوع سرطان القولون ببدايه الحلقه فعلا سرطان القولون ينطبق عليها هالشغلات هذه صحيح. كلها يعني إن زياده هذه. الدهون اللحوم الحمراء تبين تاخذين الشغلات اللي فيها هاي فايبر اللي فيها الفايبرز اكثر مثل الشوفان ما الشوفان الخبز الاسمر الامور هذه يعني اللي تمشي البطن على طول صحيح على اساس تنظف كل القولون دكتورة شغلة ثانية في بعض الأسئلة الأطعمة آسفة مرتبطة بموضوع
يقولك ان هذه ممكن تسبب سرطان. تسبب سرطان. انا كوجهه انا بعطيك وجهه نظري وانت يعني يعني شوفي ان هل صح او خطا. انا احس ان التغذيه المتكامله مو انه والله في غذاء ممكن يقيني من السرطان الثدي او ولا سرطان غذاء يسبب لي او يسبب لي او في اغذيه تركيز عليها توازن. قصدك التوازن. انا دائما انصح يعني وايد ناس يجون يقولوا لي شنو ناكل وشنو ما ناكل. اقول لهم اكلوا باعتدال، خليكم صحيين. انا ما ارفض انه والله اي اوكي جنك فود او اكل برا البيت او امور كذي يقولون لا لازم ما ناكل لحوم ما ناكل دياي. قالوا لنا اقول لهم لا يعني انت مو بهالطريقه، اللحوم صح يعني مو زين الواحد ياكلها لانها تسبب الكوليسترول، فهي اكثر مما هو يعني اصابه بالنسبه لسرطان الثدي هو الكوليسترول اهم اللي هي امراض القلب. صحيح. امراض القلب الناس قاعده تموت فيها ترى اول شيء، ويجي عقبها السرطانات. ثاني سبب للوفيات بالكويت اللي هو السرطانات، والاول هو امراض القلب. فاحنا يعني اهتمامنا بالتغذيه ان جنرال المفروض حتى شغلات اللي هي القلب هذه اللي هي اللحوم الحمراء والامور هذه ايضا الواحد يبتعد عنها، او انه مو تماما يبتعد لكن الاتزان اللي هو لازم تصير متوازنه بكل الامور اللي تاكلينها. لكن ما تمنعين نفسك يعني من امور يعني لا والله انا بطلع ولا باكل شويه برا ولا هذا، لا يعني حياتك يعني كثر ما اركز انا عليهم حياتك تكون طبيعيه جدا ومتوازنه وتحاولين تكثرين من الامور الصحيه، هذا شيء طبيعي حق الكل سواء في سرطان ثدي سرطان قولون ما في سرطانات تماما عشان بالمستقبل ما يصير اي شيء، فتكون حياتك صحيه افضل لكم. صحيح. وخاصه دكتوره قاعد نشوف الحين مثلا ان دائما يقولون ان كنا قبل ناكل كل شيء، يعني شوف خاصة أهلنا يعني لما نقول لهم إنه لا هذا لا تستخدمون هذا الدهن، نمط حياة قبل كان دكتورة غير. صح كلامك. وحتى الأكل الطبيعي كان نسبته أكثر، الطبيعي غير الحين يعني كل شيء تشوفينه فعلا كنا صناعي يعني وأشياء مضافة. هذه على ضريبة أتوقع ضريبة التطور في الحياة، يعني هذه علينا كلنا يعني ما حد يقدر يمكن يعيش حياة جدودنا قبل وشلون كانوا عايشين طبعا. مع ان حياتهم حلوه وبسيطه لكن صح هذه ضريبه التطور اللي قاعد يصير في الحياه. دكتوره اكيد انت وجودك بالمركز سواء مستشفى السيف او بحسين مكي جمعه تيلك بعض الحالات اللي تعطيك معلومات غريبه ومعلومات خاطئه ومثل ما تقولين شائعات يعني ودنا دكتوره بس يعني نعرف شنو اكثر الاشياء شيوعا. هو صراحه ثلاث شغلات اللي قاعده الاحظها بالمرضى بالنسبه للشائعات. الشغله الاولى ان اشعه الماموجرام تسبب السرطان اذا سوينا الاشعه. وايد معلومة مهمة صراحة ان المريض يفهم ان اشعة الماموجرام كدوس كجرعة من اشعة تدخل داخل الجسم، كمية الاشعة اللي داخلة في جسمك قليلة جدا قليلة جدا من ناحية الجرعة، خصوصا ان احنا قاعد ناخذها مرة في السنة. لو الواحد يحسب مثلا اشعة اللي هي الأشعة المقطعية تاخذينها حق أي سبب من الأسباب فيها أكثر جرعات من الأشعة عن أشعة الماموجرام. حياتك أنت الشمس اللي طقتك الانفايرومنت البيئة اللي أنت عايشتها فيها أشعة تدخل في جسمك أكثر من أشعة الماموجرام. يعني سنويا لو السفر لما تسافرين بالطيارة هذا بروحه أشعة كافية على الجسم. صحيح. أنها يعني يستقبلها الجسم. البحوث اثبتت ان اذا الوحده تسوي الماموجرام مره بالسنه ما هو خطر عليها ان تاخذ هالاشعه هذه مره بالسنه. احيانا نحتاج احنا نعيد بصوره معينه لامراض لمواقف معينه نحتاج نعيدها، لكن هذه ما تصير عن طريق الا عن طريق دكتور مختص هو اللي يقرر. وعاده ما نعيد كل الماموجرام بكبره اللي هو صورتين باليمين وصورتين باليسار. ناخذ مثلا لقطه واحده بس او صوره واحده فقط يعني بشكل معين. فعاده لما نسويها مره بالسنه ما في خوف، المفروض المريضه ما تحس انه والله احنا قاعد نعطيها اشعه عشان سبب لها كانسر، لا هذا طبعا. غلط هذا الكلام. بلس الالم احنا استعرضنا من ناحيه الالام عن اللي هو اشعه الثدي وتسبب الالام وهذا خاطئ. الشغله الثانيه اللي هي اخذ العينه. اخذ العينه وايد ناس يقولون لك ان هي تنشر الورم تنشر السرطان الى برا، فليش اخذ عينه؟
هذا الكلام كلش خاطئ. يعني انت الناس يدخلون عليك برا، لما كنت في كندا يدخلون علي يقولون لي انا ابي عينه، ما راح اطلع بدون عينه. وهني الناس تقعدين ساعه تقنعينهم علشان ياخذون عينه لصالحهم، ان نعرف شنو طبيعه الورمه هذه، لان اذا هي سرطانيه نحتاج ان نعرف شنو نسوي فيها، لكن ما تخلين الورمه في صدرك بدون اي عينه. فالعينة عمرها ما تنشر الورم، ما لها دخل تماما في الانتشار. وهي طريقة يعني بسيطة وسهلة وغير مؤلمة، لأن يحطون مخدر موضعي أيضا عن طريق أخذ العينة عن طريق السونار، فيعني أيضا ما فيها أي مشكلة من ناحية الانتشار. وهذه وايد مهمة أن الناس يعرفونها، أن العينة بالعكس كلها أمان وما فيها أي خطورة. أنا أي ورمة تطلع إذا في حدود حجم معين لازم عينة، يعني في حالات معينة أحجام صغيرة كلش بالملي، هذا اللي أقول لهم مراقبة. أوكي. وإذا كان أيضا شكلها يعني من نوع الحميد بالسونارات والأمور هذه، لكن إذا والله شاكين فيها أبدا ما تنترك المريضة بدون عينة. إنزين دكتورة، إذا رفضت المريضة يعني لازم تشرحين لها، ما في طريقة أخرى. للأسف ما في طريقة في أخرى. في بعض المرضى اللي مثلا حاولتي إن يعني كانت رافضة وحاولتي إن تقنعينها وما اقتنعت، ولا يمكن صادفني مريضة واحدة، لكن بالأخير يعني هو إحنا ما نقدر نجبر المريضة. صحيح. المريضة طبعا هي اللي تتحكم في جسمها، وبالتالي طالما أنها فهمت الموضوع وشنو العواقب اللي ممكن تصير إذا ما عرفنا شنو تشخيصها الورمة، بالتالي هي المسؤولة عن نفسها بالأخير. يعني فأي شيء يصير بالأخير راح يكون هي مسؤولة عنه. دكتورة رح نطلع فاصل ونتكلم شوية بعدين عن الرنين المغناطيسي. مشاهدينا فاصل ونرجع لكم. رجعنا معاكم مشاهدينا، ومعنا الدكتورة نهى الصالح. دكتورة نبي نتكلم شوي عن الرنين المغناطيسي. الرنين المغناطيسي ما له دخل بالنسبة للأشعة، ما في أي إشعاع فيه، هو مجال مغناطيسي توضع المريضة في سرير كلش سخيف، يعني بعضهم مساكين يتعبون وينامون على بطنهم، وفي فتحتين للثدي اليمين واليسار، يدخل في الثدي وتدخل داخل تنل يشبه الأشعة المقطعية لكن شوية مضكوك زيادة. فبعض الناس يخافون شوية منه، لكن احنا نحط لهم سماعات يسمعون مثلا موسيقى، قرآن، أمور كذي، يعني بحيث انه يهدون. والفحص ياخذ له تقريبا ماكسيمم نص ساعة، 20 minutes يمكن تقريبا. الفحص هذا ممتاز، وايد حلو، لكن للأسف لازلنا ما عندنا طريقة اللي هي أخذ العينة عن طريقة. فمعظم الناس ما يستخدمونه كفحص دوري، خلينا نقول يعني ما يمكن ان نستغنى عن المامجرام، اشعة المامجرام، ونعوضه بالنسبة للرنين، ان نسوي الرنين بدل المامجرام، لان اساسا مثل ما راويتكم انا قبل شوي اللي هو التكلسات اللي موجودة. صحيح. هذه ما تطلع بالرنين، هذه ما راح تبين بالرنين، لكن اذا هذه التكلسات سرطانية ممكن بالرنين تعطي الصبغة، لأن فيها صبغة، فيها بالوريد يعطون صبغة، ولازم يسوون تحليل دم اللي هو للكلى قبل عمل اللي هو الرنين المغناطيسي. الصبغة ممكن تأثر، الصبغة تأثر على الكلى، عشان كذي دائما نحب نفحص وظائف الكلى قبل عمل اللي هو الرنين المغناطيسي. بالنسبة للرنين المغناطيسي متى نستخدمه؟ ما مثل ما قلت ما نستخدمه بصورة دورية، في حالات معينة يكون مثلا المريضة عندها أورام كثيرة ومقادرين أن نحدد من هالأورام شنو هو الخبيث أو شنو هو الحميد، وما نقدر أيضا ناخذ عينات من كل هالأورام، فبالتالي الرنين المغناطيسي ساعدنا في التشخيص زيادة، أنه يريحنا ويقول لنا مثلا لا هذه الورمة ضروري أن نختار هذه الورمة للعينة، وهذه لكلهم شغلات حميدة وما فيهم أي شيء. فأحيانا يعطينا لأنه يسوي لنا كيرفز، يعطونا مثل جداول معينة يراونا اللي هي مدى الصبغة اللي ماخذتها الورمة، لأنها تعتمد على النشاط ونشاط الخلايا اللي موجودة، وتعطينا هالصبغة وتبين لنا إذا هي خبيثة ولا حميدة. هذا جزء من الشغلات اللي نستخدمها في اللي هو الرنين المغناطيسي. الطريقة الثانية نستخدم الرنين المغناطيسي في الناس اللي عندهم تاريخ عائلي وهم أقل من 40 من العمر، اللي ما يقدرون يسوون الماموغرام بعدهم صغار، لكن عندهم أيضا تاريخ عائلي، والدتهم، خواتهم، صار عندهم أيضا سرطان ثدي، فهذه رقابة زيادة حق هالمريضة قبل لا يصير لها أي شيء، نقوم نسوي اللي هو الرنين المغناطيسي للفحص والكشف المبكر، لكن حق الناس اللي أقل من 40 من العمر.
فهذا الرنين المغناطيسي له أمور معينة، وعادة الطبيب المعالج أو المختص هو اللي يقرر متى نستخدمه ومتى ما نستخدمه. دكتورة، في سؤال هم كذي طرى على بالي الحين. مثلا نشوف إحنا أفضل وأسهل فحص، مو لكل الناس، في ناس عندهم فوبيا، اللي هو فحص الدم. ما في أي نوع من أنواع فحص الدم اللي ما يعطيني مثلا إن مثل ما تقولين ساين إن هذا مرض شيء، يعني إن سرطان ثدي أو سرطان قولون؟ للأسف في وايد ترى ناس قاعدين يسوون هالتحاليل الدم، لكن غلط، ما المفروض يسوونها. للأسف ما في تحليل دم يقول لك إن في عندك سرطان من أي نوع من الأنواع في الجسم. عادة احنا نسميها دلائل الأورام، هذه بالعربي اللي هي تيومر ماركرز. في وايد من البروتينات هذه التيومر ماركرز واحد يسويها، لكن في حالة وجود ورمة في عندك في الثدي، في القولون، القولون له دلائل أورام معينة، المبايض في عندك دلائل أورام معينة، لكن لابد من وجود الورمة أول شيء، وبعدين تسوين الدلائل هذه للمتابعة. لكن إذا هي كانت أساساً مع وجود الورمة طبيعية، ما رح استفيد منها أنا في المستقبل، لأن الاستفادة أن بعد ما تشيلين الورم تسوينها بصورة دورية، علشان إذا ارتفعت تقولين ها يمكن في ورم رجع مرة ثانية، لكن أن تستخدمينها كتشخيص ما فايدة. لأن دكتورة أنا اللي عرفته أن بعض الأشخاص اللي يكون عندهم تاريخ عائلي يقول لهم إنه لازم تسوون فحص الدم، أنا ما أدري شنو اسمه بالضبط، الدوري اللي عساس يكشف إنه إذا في عندكم أي نوع من أنواع الأورام السرطانية بالجسم. مو فحص دم، هو عادة إذا في أي شيء تاريخ عائلي يقولوا لك فحص جينات. الجينات، فحص الجينات هذا غير، أيضا ممكن يفحصون الدم بالجينات ويشوفون إذا هذا الشخص مثلا يحمل الجين اللي أساسا مثلا الوالد أو الوالدة فيه موجود فيه. فبالتالي يفحصون العيال أن ما عندهم هذا الجين، أو أن الأم والأبو ما ورثوا الجين هذا، فهذا فحص جينات يسمونه. هذا الوحيد اللي نعتمد عليه صراحة، أن إي والله لابد من وقاية في المستقبل حق هالأشخاص اللي تحمل الجين. يعني لما نكتشف أن إي المريض هذا يفحص عنده الجين هذا، وبعد ما صار عنده سرطان القولون أو سرطان الثدي، بالتالي نعرض عليها اللي هي شنو الشغلات الوقائية، علشان ما يصير في سرطان في المستقبل، خصوصا أن الجين موجود عندها. دكتورة شوية عمق آخر. نعم، لأن إحنا دائما يعني دكتورة تعرفين يعني من هالمكان ومن هالبرنامج مثل ما قلتي في شائعات تكون صح موجودة، وايد فعلا. يعني إحنا دائما نجيب الأطباء المختصين، حتى عندي بالعيادة. صح كلامك، يعني وايد ناس يجون يقولوا لي سوي لي فحص دم عشان أعرف فيني سرطان ولا فهذا لا. فهذا دكتورة إن لكن يعني للأسف ما في نجيب المختصين على أساس إنه يوضحون للناس كلامت. شنو الصح وشنو الخطأ، وعلى أساس إنه نوجههم التوجيه الصحيح. يعني صح، لأن في وايد ناس مساكين فعلا ترى يعتمدون على هالفكرة، وأنا شايفتهم وايد أن أمبي لا لازم أسوي هالتحليل علشان أعرف، لكن هذا التحليل للأسف ما يثبت لك أي شيء ترى. صحيح، يعني حتى إذا في ارتفاع بسيط ولا هذا، في أمور كثيرة أحيانا ممكن تأدي إيه، حتى التدخين بكل بساطة يرفع هالدلائل الأورام. يعني في وايد أمور يعني تصير بالحياة، التهابات معينة، شغلات معينة ترفع هالشغلات هذه، فما هي دقيقة ولا هي دليل، ما هو دليل أبدا. دكتورة، في كلمتيني قبل لا نسجل عن موضوع عيادة التشخيص السريع، ممكن نوصل هالمعلومة هم للمشاهدين؟ هذه المعلومة يمكن تفيد الأطباء أكثر من الناس، لأن هذه عيادة بديناها توا actually في نوفمبر اللي طاف، في قسم actually في مبنى فيصل سلطان اللي هو تابع لحسين مكي جمعة، حطيناها في قسم الأشعة هناك على أساس للقرب من قسم الأشعة. هي عيادة مختصة في الفحص السريع والكشف السريع عن مرضى يشتكون مثلا من أورام، عندهم شيء نحس أنه هو هالمريضة هذه في خطورة عالية جدا أن هذا الورم اللي عندها سرطاني. فبالتالي لما نتيلك المرأة أوريدي عندها الورمة، تنفحص في هذه العيادة اللي هو عادة يوم أحد، نوديها على طول بنفس اليوم تكون محجوزة إلى قسم الأشعة، تقوم بعمل الماموغرام اللي هي أشعة الثدي، السونار والعينة، وإذا احتجنا عينات أيضا من تحت الإبط حق الغدد اللمفاوية للكشف عنها إذا في أي انتشار ولا لا، كلهم يقامون بيوم واحد.
بدل ما نعطي مواعيد، لأن لاحظنا أن الناس قاعد تأخذ مواعيد وللأسف تصير الشكوى شهرين وثلاثة والمريضة تدري صحيح. عندها ورمة لمدة شهرين على ما تحول إلى المستشفى، على ما يصير مواعيد الماموغرام. لاحظنا أن فوق اللي يمكن ما أدري 3 أشهر بالإحصائيات اللي سويناها 80 يوم تقريبا المريضة في تأخير لحد ما تحصل على نتيجة العينة. فقلنا هذه طبعا هالفكرة هذه موجودة برا بكندا أوريدي مسوينها، بأمريكا موجودة، في بريطانيا، كل هالأمور كل هالشغلات هذه طبعا صارت قديمة عندهم، احنا الحين تونا بادين فيها، لله الحمد ان قدرنا نسويها، بس احنا تونا بادين في يعني عدد معين بسيط من الناس على اساس ان نشوف التجربه اذا فعلا تفلح ولا لا. بس طبعا بمساعده دكاتره الاشعه، مساعده دكاتره الانسجه، لان دكاتره الانسجه راح ياخذون العينات ويعطونا النتيجه خلال يومين. وايد زين دكتوره، يعني عاده تاخذ اسبوع 10 ايام حق النتيجه، هذه النتيجة تأخذها دكتورة الأشعة العينة يوم الأحد، تعطينا الإجابة يوم الثلاثاء. طبعا في حالات لازم الناس تعرف أن في حالات معينة تحتاج شوية أطول وقت بالنسبة للعينة ونتيجة العينة، لأن تحتاج صبغات معينة، أمور أخرى، فما يقدرون يعطونا، لكن هذه selected cases يعني حالات معينة، لكن الأغلبية نحصل النتائج يوم الثلاثاء اللي هو خلال 48 ساعة. ممتاز. نعرف المريضة إذا فيها سرطان ولا ما فيها سرطان، ويتم تحويلها، لأن معنا أيضا بالعيادة جروب من ملوت العلاج الكيماوي، العلاج الهرموني والإشعاعي، فهو تيم وورك أجين مرة ثانية مع بعض كجراحين وأيضا دكاترة اللي هم الميديكال، ويكونون قرار ديسيجن كامل حق المريضة بوجود المريضة. نتمنى أن يكون هذا يعم على كل المستشفيات. والله فعلا، لأن صراحة حتى الآن من بديناها بنوفمبر حتى الآن، الحين إحنا بشهر 3 أول 4 أول 4 يعني هالكم يعني خلينا نقول شهرين 3 أشهر تقريبا، خلينا نقول إحصائية 3 أشهر ونص، نص الأوادم اللي شفناهم فيهم سرطان، يعني بعيد الشر عن كل، يعني مو مو معناته ان معناته ان العياده قاعد تختار الناس اللي فعلا نحتاج ان نعرف ان فيهم سرطان بصوره سريعه، وبالتالي العلاج راح يكون اسرع، وبالتالي صحيح. الشفاء من السرطان راح يكون ايضا، يعني احنا أفضل. دكتوره هذا هدفنا، وان شاء الله يوصل فعلا، بس هذه لازم بتحويل طبيب، فيعني ان شاء الله ويوصل كلامنا للمسؤولين والاطباء انه يزيدون من هذه المراكز. دكتوره ابي كلمه اخيره على السريع بثواني قبل لا نختم البرنامج. انا ما بي اتمنى ان الناس طبعا يعني استمتعت بالمعلومات اللي موجوده وما خافوا، ما في شيء يخوف بالنسبه لسرطان الثدي. اذا كل وحده تقوم بعمل فحص اشعه الماموغرام من عمر الـ40 وصاعد مع الكشف الكلينيكي، هذا اللي ابي من كل الحلقه، ان الوحده إن تهتم بنفسها وتحاول ان تفحص دوريا علشان صحتها وصحه عيالها بالاخير، لان العيال كلهم راح يروحون بنفس المركز بنفس الموقع كله، أكيد. فالكل راح يتاثر معاها اذا صار اي شيء. دكتوره اشكر وجودك معي وشرفتيني، وانا مثل ما انا استمتعت واستفدت من المعلومات، انا اتمنى ان يكونون المشاهدين، ومتاكده ان المشاهدين كلهم استمتعوا، واتمنى تكونين موجوده معي بحلقه قادمه ان شاء الله. مشاهدينا وصلنا الى نهايه برنامجنا اليوم، وابي امسيكم على خير، وان شاء الله نسمع كلام الدكتوره ونسوي الكشف المبكر والفحص المبكر، ما نسمع شائعات وما نخاف من أي شيء. ومع السلامة، وأمسيكم على خير، ونشوفكم بحلقة قادمة إن شاء الله.